مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي على استضافتهم لنا، والحمد لله يعني قدرنا نطلع على المسرح ونوصل الفكرة أو الرسالة للمجتمع كله وبالذات فئة الشباب، إن ما دائما يعني ما خلي شيء يوقفنا، أي حاجز قدامنا، أي شيء يصير معانا دائما يكون عندنا إصرار وعزيمة إن إحنا ما نوقف ونكمل في حياتنا، ونثبت للمجتمع كامل إن الإنجازات مش مقصورة على أي أحد.